ما تسمعوا في 90 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل، شكرا لكم على المتابعة. هذه في 90 دقيقة من توا حتى الماضي ساعة ونص باش نحكيو على حل المجلس الأعلى للقضاء. هل سيقع مراجعة القانون المنظم اللي هو في علاقة بهيئة وقتية داخل المجلس، وإلا المجلس الكل باش يتحل؟ بعد شوية نرجعوا إلى كل التفاصيل مع التصريحات اللي باش نبداوها مع وزيرة العدل أحلام العبدلي. أهلا وسهلا، مرحبا بك معنا اليوم خليل رقيق طارق الكحلاوي. باش نرجعوا أيضا على التداعيات ومختلف التصريحات وردود الأفعال جت بعد الندوة الصحفية لهيئة الدفاع عن الشهيدين بالعيد والبراهمي البارح. البداية والتسويت تبدأ بالزابينج معك أحلام. أنتم تسمعوا في 90 دقيقة مع خلود. وزيرة العدل البارح وأثناء لقائها برئيس الجمهورية خرجت من بعد اللقاء في تصريح الحقيقة البارح يعني كان لفت أنظار العالم، خلينا نقول وكالة أنباء الدولية، القنوات الدولية وما إلى ذلك. وزيرة العدل ليلى جفال تقول وأنه رئيس الدولة أكد على المحافظة على المجلس الأعلى للقضاء بهيئة وقتية باش تسيروا مع مراجعة القانون الخاص به. نسمع وزيرة العدل. شرفت اليوم بلقاء السيد رئيس الجمهورية اللي أكد على المحافظة على المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية اللي هي ضامنة لاستقلال القضاء، وكما أكد زاد على كونه المسار هذايا باش يكون مسار ديمقراطي ومسار تشاركي، وبقدرة الإله نضمنوا فيه العدالة للجميع. وإن شاء الله زاد أكد على كونه يزم يقع مراجعة القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، قانون يزم يكون كفيل بضمان حقوق القضاة ويمكن القضاة من ممارسة المهام متاعهم على أحسن وجه، وبالتالي يمكنوا من الناس من حقوقهم، باعتبار احنا المسائل اللي طرحت المدة هذه كلها كانت عندها علاقة بعدم تطبيق القانون وبحقوق المتقاضين. وإن شاء الله بقدرة الإله المسار هذايا باش يخلينا نضمنوا حق المتقاضين باش يوصلوا لحقوقهم كاملة. هذه كانت وزيرة العدل ليلى جفال. احنا شفنا البيانات خلود وقت اللي خرج رئيس الجمهورية في وزارة الداخلية وتحدث وقال هذا المجلس بصيغته الحالية أصبح من الماضي. دايو غذية بات لك النقاش باش نطلقوا فيه احنا بعد شوية. شفنا البيانات تجي من المجتمع الدولي اللي كان قلق على طريقة بونكيمون قبل كانت الدنيا تبدأ معناها تكل بعضها، هو يخرج بيان يقول لك نشعر بالقلق، حتى هم زاد عبروا على قلقهم، لكن لا مجال للمقارنة بالطبيعة ما بين قلق بونكيمون والوضع في تونس. بالطبيعة العواصم هذه تعبر على قلقها الشديد وخايف على استقلال القضاء، القضاء متاع تونس وما إلى ذلك. وبعض العواصم زادة الأوروبية، الأمم المتحدة، شفنا البارح رئيس الجمهورية قيس سعيد أثناء لقاءه بوزير الخارجية باش نسمعوا ساعة احنا الرئيس قبل قال الرئيس الدولة قال لماذا يقلقون، نسمعوا. بعض العواصم وبعض المنظمات أبدت أو ساورها القلق على حل المجلس الأعلى للقضاء، وأتساءل لماذا لم يساورها نفس هذا القلق لعدم تحقيق العدالة في الدولة التونسية؟ لماذا لم يساورها القلق عندما تم العبث بالملايين بالمليارات التي ذهبت سدى، لا نعرف أين ذهبت، ومن بين النصوص التي ستتم مناقشتها يوم غد إن شاء الله، النص المتعلق بالتدقيق في الأموال في الهبات التي وصلت إلى تونس، لا نعرف أين ذهبت. لماذا لم يساورهم القلق؟ نحن يساورنا القلق من قلقهم، لأن دولة ذات السيادة، نعرف التوازنات الدولية، نعرف أيضا المعاهدات والاتفاقيات الدولية أكثر مما يعرفونها وصادقنا عليها وملتزمون بفكرة الحرية والديمقراطية والعدالة. لماذا يقلقون؟ تونس ليست ضيعة أو بستانا، يعلمون جيدا التجاوزات التي حصلت والاغتيالات التي حصلت ونهب المال العام، ولكن لماذا لا يقلقون عن هذه القضايا؟
نكملوا. هذا كان رئيس الجمهورية قالهم لماذا تقلقون رئيس الدولة. في الحقيقة هو سؤال إنكاري بطبيعة، لأنه احنا نعرفوا عشنا وعايشنا طيلة سنوات معناها فما بارشة ملفات، خاصة أنا فما أحكام خلود دي مراهم في القضايا الإرهابية ديجا ما نفهمهمش، معناها ما عنديش ربما لأنه مانيش من أهل الاختصاص. ديما الناس الإرهابيين الموجودين في السجون تكون الأحكام متاعهم نوع، والإرهابيين اللي في حالة فرار تكون الأحكام متاعهم ديما أعدام وأحكام مدى الحياة وما إلى ذلك. هذايا رئيس الجمهورية تكلم عن العواصم اللي ما رقدوش أبارامون من في علاقة بمجلس أعلى للقضاء. سي عثمان الجرندي وزير الخارجية دخل وقت للرئيس يتكلم، قال له سيد الرئيس لو فما سفراء يجيونا في معناتها في الاجتماعات معانا يسألونا على قضايا تو ما تحلتش، كيف ما قضية سفارة أمريكا والاغتيالات وقضايا إرهابية أخرى. نسمع وزير الخارجية. هم يجيونا سيد الرئيس في الديبارش بتاعها في الوزارة، يجيو على أساس يبدأ يسألوا فينا على القضايا اللي هي تو ما تحلتش، اللي متعلقة مثلا بسفارة أمريكا وقت اللي صار الهجوم عليها، أي على الاغتيالات وعندهم قضايا أخرى إرهابية ترى، يقول لك علاش تو القضاء هم بيض. هذا رئيس الجمهورية مع وزير الخارجية. سامحوني حساسية، فما حتى مشكل صغير حتى في ديالك. خليل رئيس الجمهورية قال لك احنا متقلقين من القلق نتاعكم، هل ضايعة ولا بستان باش تقلقوا علينا، احنا عنا برشا امور اخرى قاعدين نقدوا فيهم وذوكم مش بكم ما قلقتوش منهم. هذه الاولى. الثانية، زاد اكد له وزير الخارجية اللي هما قلقين على امور معينه في علاقه بالقضاء، وهنا ديما ندور ونرجع الى موضوع الساعه، حل المجلس الاعلى للقضاء من عدمه، حتى ولينا نقولوا من عدمه راهو بعد اللي سمعنا وزيره العدل. هات نبداو بالاخر من تصريح الجرندي. هاي بالتقلقات، انا واحد من الناس انا نشاطر التقلقات اللي نقلت للسيد وزير الخارجيه التونسي حول مصير قضيه الهجوم على السفاره الامريكيه اللي شفنا فيها حاجات يندالها الجبين. إذا ما قلناش حاجة أخرى، إذا ما قلناش أقوى، معناها شفنا الدولة قائمة الذات توصل الإمام التكفيري من الباب حتى للبرة وهو رشيرشي وما يتشدش، ثم نوصلوا القطعان متاع الإرهابيين بشوية بشوية، ثم اللي على سقيهم اتبع فيهم الكراهب، وثم اللي موتوريزي بالكمين البشي ودخلوا على السفارة الأمريكية واعتدوا على دولة يعني تربط بها تونس علاقات دبلوماسية كبيرة. إلى حد الآن ما نعرفش القلق الدولي نجمش يوصل لهنا، ونجموش نعرفوا احنا زادة كتونسيين ما نخلقوا زادة نجموش نعرفوا مصير هذه القضية التي تورطت فيها السلطات الرسمية إلى جانب أنصار الشريعة تواطؤا أن أو كما قلت لك معناتها بالسكوت أو بالصمت أو بالرضاء المبطن. نحبوا نفهموا ونحبوا نفهموا أيضا أنه أمس حديث رئيس الجمهورية لوزير الخارجية كان دقيق جدا، وعبر على موقف يتقاسموه برشة توانسة في الحقيقة، وقلنا عليه الناس الكل أنك ثم حاجتين في العلاقات الدولية. الحاجة الأولى أشار لها أنه يحافظ على المعاهدات، أنه يحافظ على العلاقات، أن تونس من 25 جويلية لليوم لم يصدر أي منها ربع موقف عدائي تجاه أي دولة أجنبية، أن تونس ليست بلاد حرب بل هي بلد نقاش. ولكن يا أخي وجودي في وضع الأزمة الاقتصادية ووجودي في وضع الحاجة إلى الأسرة الدولية ربما باش تعاوني على اجتياز هذه المرحلة لا يبرر لأي دولة من تلك الدول أنه تتحول طلباته إلى إملاءات أو إلى أوامر، أوامر بعودة هذا أو بعودة هذه المؤسسة أو تلك. بمعنى أبسط حاجة تحترم الدولة نفسها أن تقول الحديث هذا، خاصة وأن التقلقات كي تكثر وتهبط من بعضها، تقلق أول تقلق ثاني تقلق ثالث، اتحاد أوروبي أمريكا كذا، تولي تقلقات أوركستري وتولي تقلقات قد يصير فيها نوع من التدخل من قوى داخلية في عمل الخارجي تاع لوبيات وغيره. وضحت. نرجع توا إلى أصل التقلقات الأخيرة، هو قرارات رئيس الجمهورية زي المجلس الأعلى للقضاء. طارق، رئيس الجمهورية لن يحل المجلس الأعلى للقضاء، هذا الخبر اللي فهمناه من تصريح وزيرة العدل البارح. يوسف بوزاخر يقول رئيس الجمهورية سيراجع القانون المنظم للمجلس بإصدار مرسوم في علاقة بإحداث هيئة وقتية انتقالية داخل المجلس هذا، يعني سيبقى المجلس الأعلى للقضاء ولكن الهيئة التي تديره وقتها ستكون داخل المجلس إلى حين أنه يصدر مرسوم. سيبقى المجلس أعلى القضاء لكن ستتغير تركيبته، هل سيكون رئيس الجمهورية على رأس المجلس أعلى القضاء جديد طارق؟ نهار 2 بعد ما كملنا قلنا الرئيس يبدو مش لأنه ما يعرفش يكتب ولا ما يعرفش وين المطبعة باش يبعث لها المرسوم والمرسوم حاضر، اللي يبدو يستنى في ردود الأفعال.
وردود الافعال الخارجيه تونجيها اللي هو بون قلق من قلقها واضح اثرت زاده في التوجه، اثرت في تغير اللغه نوعا ما، ولو انه الموقف هو نفسه الخطر. تغيير القانون ووضع هيئه مؤقته هو في النهايه حل للمجلس، هو حل ديفاكتو للمجلس، لكن حل ديفاكتو كيف البرلمان لم يتم حله لكن عمليا حله، كيف الدستور عمليا علقه لكن ما تقعد شعرت معه لا راني ما علقتوش، هو في النهاية إعلان نوايا مسألة حل عدم رغبته في حل المؤسسة في حين هو عمليا حلها. وهذا نتج عليه التغير الطفيف في اللغة، نتج جستمون عليه فهمه للتوازنات الدولية. يعني أنا نعتقد لقيس سعيد في المداخلة اللي عملها البارح بحضور وزير الخارجية ما فهمش انسجام في الكلام بتاعه. كيفاش؟ شوف من هنا عنا زوز توجهات، إما الإيمان بالقانون الدولي على أساس مبدأ عدم التدخل في شؤون الغير، إذا هي نجي نقوله يا أخي أنتم هذه أمورنا الداخلية فما توازناتنا وأنا مع أنتم ما عندكمش حق تدخل نقطة الستر وعندكمش حق تقلقوا ونحن زاد قلقين على وضعكم وإلى آخره إلى آخره، تقلقون على وضعنا نقلقوا على وضع، هذا انسجام واضح. وايضا نعاودها البارح ونقول لهم المساعديه ما حشتناش بالتصنيف نتاعكم وامكم صنيفه هذه حطوها عندكم، وهذه من وقتاش بدا هذه مو بعد التسعينات الحرب البارده هذه في اطار توازنات صنيفه التصنيف ما حشتش به التصنيف، هذا موقف منسجم. المشكله وين خليل؟ المشكله نحن نهار الاثنين باش نبداو نتفاوضوا مع جماعه التصنيف جلسه عن بعد اي باش نبداو نتفاوضوا مع جماعه التصنيف، التصنيف جايينهم راه مشينا لهم تو جماعة التصنيف، وجماعة التصنيف الرئيس يعرف اللي في بياناتهم الجماعة اللي شادين على الأقل 70% من مجلس إدارة صندوق النقد الدولي اللي هما شكونهم؟ هما الدول قمة الدول السبع هذوكم هما اللي هبطوا في البيانات، هما عندهم 70% من القرار متاع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، شنو هذو اللي عندهم 10% وبقية الدول الأخرى بين فيها تونس كتفات في كل 10%. دونك اللي ياخذ القرار في صندوق النقد الدولي هم الدول السبع القلقون، وش قاعدين يقولوا لك القلقون عندهم درقديش تو مش البارح مش تو بعد ما صار القضاء من بعد 25 جويلي قاعدين يقولوا لك راهو بالنسبه لينا يلزمك، يقولوها يلزمك طبعا باللغه الدبلوماسيه نتاعهم، يلزمك تعمل توجه تشاوري وتوجه تشاركي انكلوزيف. انا نجم نقول لك ايش مدخلهم وكذا، علاش يقول لك هكا؟ لانه يعرف التوازنات الدوليه، ولانك انت جايو لصندوق النقد الدولي وكل منطق نتاع توا ما فهمتنيش هاي الحساب تحت التوته، التوته هي واشنطن صندوق النقد الدولي، باش يقول لك هك جايني انت. يعني اما نمشيو في يا سيدي المبدا والنظري في القانون الدولي ما تتدخليش، هذه نمشي واضح فواغ لي مويا يلزموا وسائل كيف ما قلت انت توا خلود وسائل السياسه نتاعك. توا الصين مثلا موجوده في صندوق النقد الدولي، تعرف قال الصين اي موجودين صندوق النقد الدولي، اما باش نعملوا منظومه اخرى موازيه نحن عنا لي مويا وعنا التحالفات مع روسيا وتحب انت نعملوا الواحد الاخر. انا الحاجه نحب نقولها يلزم كي نعملوا خطاب سياسي نحقوا الهدف، شنو الهدف منه؟ شنو الهدف من خطاب البارح؟ هدف خطاب البارحة تحضير المفاوضات، التسويق الداخلي يا توانسة راني هاني واقف للسيادة، ها ماشي انت نهار الاثنين تعرف يعني هذا المشكل. في كلمتين الهدف من خطاب البارحة واضحة، انا راني شاد صحيح في المتغيرات السياسية اللي قاعد نعمل فيها، ثانيا شاد صحيح اني ما نقطع العلاقة مع حتى الدولة تربطني بها، لا علاقة تجارية ولا اقتصادية ولا حتى شيء، ونجمه القلق نجمه القلق تعرف هذا المطروح انا نقطع ها القلق أنا باش ما تنجمش تقطع. أنا باش نستند عليك في حاجة وإنك معناها وشكرتك معرفت لأنك وضحت أنا القلق راهو تنجم يتفسر في الداخل تفسير ماكر، بمعنى أنه تجي الساحة التونسية تقول قلق الأجانب بيساوي الهجوم لإسقاط قيس سعيد. لا مش هذا المطروح، مش هذا المطروح، وإلا يولي نصف قلق زين، مش هذا المطروح، وقتاش يولي علميا نصف قلق؟ وقت اللي أنت وضحت لنا من خلال تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الأمريكيين متقلقين من شيء ولكن بالمقابل قادرين يتعاملوا مع قيس سعيد اذا وسع دائره الاستشاره وسر دائره. خلينا نفسره لك الموقف خليل اغزر لي، هو الموقف الدولي وخاصه الامريكي تحديدا الامريكي هو 50-50، هو ساق لهنا
وساق لهنا، بمعنى انه راهو اذا كان انا موافقين على مبدا خريطة الطريق، موافقين على الرجوع، موافقين حتى على اصلاح الدستور، اما هذية المنهجيه نتاعو كيفاش باش تعملها يلزم تشاركي. ما تحبش تشاركي هاك جاينا للمجلس اداره صندوق نقد الدولي، يعني مش موقف اما ابيض او اسود. وذاك علاش انا الرئيس نحبذ في وضع كيفنا هكا بمن وقال فيها من التوازنات الدوليه كيعمل خطاب ويعلي السقف، يبدا عارف روحك يعلي علي علي بعد ما انت سقيه على القهوه اللي يعني انا راني نتمنى نقوله للعالم، انا واحد من الناس شخصيا وهذا اللي تربيت عليه، نتمنى نقوله للعالم طز فيكم ونحن عنا توجهات وعنا مشروعنا وعنا وسنقرر ما يحلو لنا وما كذا وما يناسبنا. وهاك شنو قاعدين يقولوه؟ شنو قاعدين يقولوا هذا؟ مش شنو عندهم؟ شنو عندهم امكانيه وسياسات ونفس وجواجي باش تعمل هكاك؟ نحن خلينا نعملوا جواجي، تنحقوا جواجي نهار الاثنين في مطلق الحالات. ما عندناش علاش في العالم هذا نوليو دوله مواجهه خلال تاريخنا وحتى خلال رسمنا لمستقبلنا. لا عندنا حروبات ولا معناها نكوموا في سلاحات ولا غيره. اللي حب يوصل انا نعتقد في كلمتين نلخصهولك، احنا تونس دون لوبليغاسيون باش نغيروا في تركيبه واختصاصات المجلس الاعلى للقضاء لاسباب داخليه لتورط هذا المجلس في كذا وكذا، ولكن في المقابل سنحاول أن مرفق العدالة يدور في كلف الشفافية وباش نحطوا ناس مسؤولين وباش نرجعوا عجلة العدالة إلى سيرها الطبيعي بعد أن سرقت لفترة ما من طرف قوى سياسية. هذا هو الوضوح وهذه الرسالة. من عرشنا العالم تو واحد أمريكي ولا أوروبي ولا ألماني ولا غيره، شنو اللي قلقوا ما بين المجلس الأعلى القضاء تركيبته هذه ولا بلجنه مؤقته راضين عليها التونسيين؟ بالله شنو اللي قلق من خاطر مش تهدلهم مصالحهم الاستراتيجيه مثلا؟ باش نقول لك يا خليل، هذه كلمه الاخرى راهو المساله ما عندهاش علاقه بهو، معناتها ماهوش في جهه النوم. انتر بارونتيز قيس سعيد مستفيد من حاجه مهمه جدا في هالتوازنات الدوليه هذه، اللي الامريكان حتى كيعلقوا على تونس يبعثوا متحدث باسم الخارجيه من جمله حديثه على معطيات الدوليه الكل يجبد على تونس. الامريكان همهم توا اوكرانيا، واصلا تونس ممكن بايدن ما تطرحلوش في الاجتماعات الداخليه نتاع مجلس الامن القومي مش مطروحه اصلا. لكن فما ستوندار، الرد ستوندار واللي هو باش يتذكروا الامريكان باش يجيب ملف التونسي قدام صندوق النقد الدولي، اللي هو بالنسبه ليهم مش هكا التصرف مع القضاء، فما دي ستوندار مش هكا. بعد باش يتذكر كسلطه القضاء كسلطه كرمزيه في علاقه بالفصل بين السلطات الى غير ذلك. باش نمشيو فاصل وبعد نرجعوا مباشره للندوه الصحفيه للدفاع عن الشهيدين. ذكركم انه بدايه الماضي ساعنا زوز ضيوف في علاقه بالمعطيات اللي تقالت البارح في علاقه بالندوه الصحفيه لحركه النهضه وحل مجلس اعلى القضاء، المحامي والناشط السياسي عماد بن حليمه، ويكون معنا في نفس الوقت في نقاش مع عبد الفتاح الطاغوتي مسؤول على الإعلام والاتصال في حركة النهضة. هذا بداية ماضي ساعة مع خلود. مرحبا بكم الناس الكل، مواصلين في الأحداث الأنية وملف الساعة. الناس الكل تحكي على المجلس الأعلى للقضاء بعد سمعنا تصريح وزيرة العدل. نذكروا البارح أيضا هيئة الدفاع عن الشهيدين تطرقت العديد من المرات إلى موضوع القضاء ومجلس أعلى القضاء وتصرفاته وبرشا أمور أخرى حلي. اي بالفعل، لكن نمشيو لاخر التصريحات. الاي اف ام عضو هيئه الدفاع ونطق باسمها الاستاذ رضا الرداوي اكد قبيله شويه الاي اف ام وانه راشد الغنوشي سوف يمثل امام القضاء كمشتكى به. المكلف بالبحث في القضيه العسكريه تحالت لهم تحالت غادي الواحد وخذينا معهم موعد باش ينطلق الابحاث ضد راشد الغنوشي وابن معاذ ومجموعه قياديه الامنيه والقضائيه المطلوبه معه، باش يبدا الاجراءات فيها نهار الاثنين، باش يتم سماعنا كشاكين يوم الاثنين، ثم باش ينطلقوا في سماع بقيه المشتكى بهم وعلى راسهم راشد الغنوشي. اليوم ما عادش عنده حصانه وسيتم سماعه ان شاء الله خلال الايام القليله القادمه. ايضا هذا الصباح اتصلت بينا الاداره الفرعيه للقضايا الاقتصاديه وهي المكلفه بالشكايه المتعلقه بغسل الاموال وتبييض الاموال، واللي هي الاموال اللي قدمنا فيها معطيات متعلقه براشد الغنوشي وابنه وبالحسابات البنكيه المفتوحه في قطر. وايضا اتصلوا بينا واليوم العشيه باش نمشوا باش نحدوا معاهم موعد للانطلاق في السماعات قبل ما يكون باش يسمعونا كشاكين، قبل ما تبدا الاجراءات القانونيه والقضائيه في سماعهم كمشتكى بهم. اليوم امام تونس فرصة استثنائية للتخلص من سرطان الإخوان في تونس ولإنصاف الشهداء سواء من المحامين ولا من العسكريين ولا من الأمنيين ولا مع عموم الشعب التونسي.
رضا الرداوي زاد اليوم نذكروا أنه هيئة الدفاع عن الشهيدين عملت وقفة احتجاجية أمام المجلس الأعلى للقضاء للتمسك بقرار حله للأبد. المحامي رضا الرداوي زاد بعض المعلومات، يقول اللي قطر أرسلت شخصا من جهاز الاستخبارات التابع لها للدفاع عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي المدة اللي فاتت، يحكي في البتتخ لم يشر بالضبط ولكن في السنوات الفارطة ولا في الأشهر الفارطة، يقول أنه من ضمن مهام أساسا هو توزيع الإشهارات على القنوات حسب ولائها لحركة النهضة. هذه من الحاجات اللي كان مكلف بهم شخص تاع الاستخبارات، فلوس في الديوان القطري ووثائق كبيرة جدا. هيت كملوا نسمعوا التصريحات باش نرجع معكم للمعطيات اللي تقلت بها. باش نسمعوا ساعة قبل كل شيء، نسمعوا الأستاذ الرداوي البارح في وعد بالمحاسبة للناس اللي متورطين ومتواطئين في التكتم والتمويه وإفشال كل المجهودات اللي كانت معناها جارية منذ سنوات من أجل كشف الحقيقة في ملف الاغتيالات. نسمع الأستاذ الرداوي. حان الوقت ليقف الشعب التونسي في وجه هذه المهازل اللي القضاء اليوم تحت مسمى أي نوع من المسميات عليه أن يخجل، إلى القضاة اللي يرتكبوا في هذه الجرائم في حق التوانسة عليهم أن يخجلوا، لأننا سنحاسبكم سنحاسبكم. خليني نقول لهم اللي مرتكبين الجرائم هذه، ما نقول لهم سنحاسبكم فردا فردا، أقول بكل وضوح سنحاسبكم قردا قردا، سنحاسبكم قردا قردا. عبد الناصر العويني البارح زادة كان في انتقادات لاذعة للمجلس الأعلى للقضاء اللي لقبوا بالمجلس الأعمى للقضاء. اللي حبوا يردوا هنا بطل وفارس مفرسان استقلال القضاء اليوم صوت ضد رفع الحصانة عن بشير العكر، باهي ما نحلناها لا ما تحكموش، هذا وضع ما يسمى بالمجلس الأعمى للقضاء. هذا هو الأستاذ عبد الناصر العويني. نرجع البارح التصريحات الخطيرة اللي جات على لسان رضا الرداوي الناطق باسم هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي للشخصية اللي تشرف على إدارة جزء من أموال راشد الغنوشي. البارح اتهامات بالجملة لرئيس حركة النهضة بتبييض الأموال، اتهامات بأنه حركة النهضة كانت تدخل في الأموال عبر القاعة الشرفية لمطار قرطاج الدولي، كذلك فلوس تتسب في كونت متاع جمعية مباشرة ميناء الديوان الأميري القطري من غير حتى مبرر، معناتها فماش خدمات في المقابل، فماش مبرر الفلوس هذه باش تدخل للكونت متاع الجمعية هذه. نسمع الأستاذ الرداوي ونرجع. عندما اطلعنا صدفة على هذه الحسابات اكتشفنا أنه يشرف هذا الشخص، اكتشفنا جملة من الوثائق من بينها اللي باش نعرفوهم عليكم بعض، وخاصة منها انه يستعمل حسابين ماليين في قطر، والحسابين الماليين هذوما يتمولوا في اغلب الحالات من الديوان الاميري في قطر، وان المبالغ التي تودع في هذه الحسابات لا مقابل لها. عندما نتحدث عن مقابل بالنسبة لرجال الاعمال ولا بالنسبة للمنتهين للمهن الحرة، يعرفوا انه مقابل الإيداع في الحسابات، مقابل إيداع مبالغ مالية في الحسابات البنكية، لابد أن يكون هناك عمل منجز أو سلعة أو مجهود. المبالغ هذه باش نعطيكم فكرة فقط، يعني بعد باش نعطيكم بعض الوظائف، المبالغ هذه تتجاوز 15 مليون دولار، تتجاوز في حسابات في إيداعات أخرى 20,000 دولار، تتجاوز يعني كي يقولوا هو 20,000 دولار 20 مليون دولار، رانا نحكم على قريب 50 مليار دينار تونسي، 60-40-45 نحكم على برشا فلوس، نحكم على برشا فلوس، برشا فلوس يتم إيداعها في الحساب هذايا، وكان علينا عليه في تلك الفترة وفترة اللاحقة لها، وكانت حركة النهضة المسيطرة على مطار تونس قرطاج، المسيطرة على قاعة التشريفات في قرطاج، تدخل وتنقل هذه الأموال مباشرة إلى تونس ويتم استعمالها نقدا. الحسابات هذه اللي نلاقوا الكشوفات البنكيه نتاعو فيها، يتم سحب هذه المبالغ نقدا في قطر، يتم سحبها نقدا بعد ايداعها في الحسابات هذه من طرف الديوان الاميري. في بعض العمليات الايداع تتجاوز 30 مليون اورو،
يعني تقريبا 98 دينار تونسي. 50 أورو. كان هذا كان هذا الاستاذ نداء الرداوي اللي باش نكملوا نسمعوه في الاكستري الثاني اللي باش يحكي على دخول حقائب الفلوس نقدا لمطار قرطاج عبر قاعه التشريفات وقت سيطره حركه النهضه على الدوله وعلى الحكم في تونس. 80 مليار يعني مبالغ رهيبه جدا يتم سحبها نقدا من هذه الحسابات. قلنا بل تونسي هذا الرجل موارد في بعض دولة قطر مع ديوان الأميري في عمليات شو مدخل راشد غنوشي شنو علاقته به؟ عندما تدخلون اليوم إلى صفحة الجمعية هذه جمعية نماء تونس ستجدون فيديوهات لراشد غنوشي في مؤتمرات هذه الجمعية بالذات يقدم كلمات دعم لي ولكن هذا لا يعني شيء نجم يكون خطير ما يعرفش. في هذه الميلات في هذا البريد الإلكتروني نجد معطيات ما تنجم تكون كان عند حركة النهضة من بينها التقرير الختامي لرحلة الشيخ عبد الفتاح مورو إلى أمريكا والجهات التي قابلها والتقى بها وسنعرض عليكم بعض الوثائق منها. نجو في هذه الإيميل محافظ البنك المركزي السابق واللي قبله شادي العياري صحبة ناجح في قطر صحبة ناجح حاجة طيب في قطر. نجو في هذه الإيميلات مراسلات إلكترونية صادرة عن أحد قيادات حركة النهضة إلى اليوم واحد ناطقين باسم راشد غنوشي اليوم اللي هو رياض الشعيبي تعرفوه. الإيميلات اللي بعثها الناجح حاج الطيب بعث له مجموعة من الوثائق متعلقة في ذلك الوقت بالأعمال اللي بشرها المرحوم باش قايد السبسي في تأسيس نداء تونس. بعث له الوثائق الأصلية اللي كانت ما زالت محل نقاش في نداء تونس وبعث له وقال له ما تخرجش خاطر هما راهو حتى بعض أعضاء نداء تونس ما يعرفوهمش. يعني عملية اختراق نداء تونس في تلك المهمة. كان هذا الأستاذ رضا الرداوي كنا نسمع فيه نحكيه توا على الجوسة الملف الإكستري الثانية هي الجوسة اختراق الأحزاب التجسس على الوثائق التأسيسية لنداء تونس وقتها اللي كانت عند المرحوم الباجي قايد السبسي حتى من قبل اطلاع ربما قيادات في نداء تونس عليها. توا باش نسمع هو هذي الكل تم اكتشافه في الميلات متاع ناجح بالحاج الطيف اللي هو كان أحد المشرفين على إدارة العمليات المالية لراشد الغنوشي في تونس واللي تم اكتشاف المعطيات هذه الكل من خلال الميل متاعه اللي نساه محلول في شركة إنجليزية كان يخدم فيها وقع طرده منها وقعد الميل متاعه محلول وقعدت الإيميلات تجيه للعنوان الإلكتروني هذاك اللي طلعت عليه هيئة الدفاع واخذت منه المعطيات هذه جزء باش نوضحه للسادة المستمعين في نفس البريد الإلكتروني هذا زاد باش يعطي رضا الرداوي مجموعة من المعطيات على راشد الغنوشي وزاد الاتهامات بتبييض الأموال اللي حكي عليها الأستاذ الرداوي نسمعه. ولا بدأت منذ 10 سنوات مسيرة راشد الغنوشي في خيانة هذا الوطن وهو يمكن ذات المسارات قبل الثورة قبل 2011 ولكن ذلك حديث طويل نفضل أن ننطلق من ما بعد الثورة في علاقة بالانتيالات السياسية والجهاز السري المالي لحركة النهضة وكيف باع تونس وباع تراب تونس في مقابل مجموعة من المبالغ المالية بالدولارات وبالأورو تم إيداعها في حساباته بقطر من طرف الديوان الأميري لقطر وهذا حديث سنفصله كفاية. خلال سنة 2011 تأسست مباشرة بعد الثورة تأسست جمعية في تونس اسمها جمعية نماء تونس وهي جمعية ضمت بعض رجال الأعمال وكان الهدف منها تشجيع الاستثمارات الأجنبية. تورطت خلال 2013 و2014 في جرائم التسفير وتم فتح أبحاث جزائية انطلقت أبحاث جزائية أولية بالجرجاني سرعان ما لاحقتها يد النهضة ويد حركة النهضة ويدها في القضاء بشير العكرمي وأوقفوا هذه الإجراءات وتم إيقاف هذا المسار مطلقا.
الظاهر في هذه الجمعية اللي كانوا فيها مجموعة من الأشخاص اللي مرتبطين مباشرة بحركة النهضة، كان غلافها الظاهري، كان دورها الظاهري هو تشجيع الاستثمار في تونس، ودورها الباطني هي إدارة معركة التسفير عبر مبالغ مالية تضخ مباشرة في حسابات في قطر. وبعض أعضاء هذه الجمعية على علاقة مباشرة بياسر غنوشي الذي باشر هذه الأعمال كاملة وباش نقدموه في البلاد الصحفي. هل ما يفيد الكلام هذا؟ هذا كان الأستاذ الرداوي يتكلم على مجموعة من الاتهامات أو المعطيات اللي كشفت عليها هيئة الدفاع اللي وجهتها لحركة النهضة البارح في نقطة إعلامية عكست الهجوم حركة النهضة، واعتبرت أنه هيئة الدفاع هي تشتغل بالوكالة لصالح جهة سياسية معينة، وحركة النهضة تقصد بتبيعها في رئيس الجمهورية قيس سعيد. كيف ما وجهت الحركة تلميحات أو شبه اتهامات للمخابرات العسكرية، نسمعه عماد الخميري. اليوم هذه الندوة الصحفية جت معناها أحد عناوين الحقيقة وجود جهاز خاص حقيقي مش كما يدعيه هيئة الدفاع في اتهامهم لحركة النهضة، ولكن جهاز خاص معناها تمثل هذه الهيئة نفسها وتمثل أيضا الأطراف اللي ملتقية مع هيئة الدفاع من أوطاد ويسار استئصالي، لأنه هؤلاء اليوم أثبتوا بالكشف من خلال الندوة الصحفية أنهم فعلا عندهم أدوات التسلل لأجهزة الدولة وخاصة أجهزة الدولة الصلبة. واليوم وقت يتحدث الإدارة الداوي يقول اللي عنده معطيات تتعلق بتقارير الاستخبارات العسكرية يلزم التونس يعرفوا أنه الجهاز الخاص فين موجود بالضبط. الجهاز الخاص موجود عند هذه الهيئة اللي تسللت إلى أجهزة الدولة واللي تعمل من خلال العمل متاعها اللي تقود فيه إلى اختراق أجهزة الدولة ومحاولة ضرب خصومها السياسيين بمحاولة التلفيق وبمحاولة الكذب وبمحاولة الافتراض. بعد ما في ساعة بعد الأخبار باش يكون ضيفنا عبد الفتاح الطاغوتي المسؤول على الإعلام والاتصال في حركة النهضة، وباش يكون معاه حميد بن حليمة الناشط السياسي والمحامي للحديث على كل التفاصيل وخاصة منها في علاقة بالتعطيل الإجرائي اللي صار في العديد من الحيثيات في قضايا الشهيدين والاتهامات اللي بالجملة اللي جيت البارحة. نرجعوا توا إلى تحليل الموضوع. عندنا نقطة أولى خليل بسرعة نحب نفهمها معك، موضوع التجسس داخل الأحزاب هذية، أنه هيئة الدفاع تقول لك ميلوات متاع مسؤولين في حركة النهضة يراسلوا في درشكون يقولوا له ها ونداء تونس كيفاش قاعد يتكون، هذا يعني أنه فما شكون في نداء تونس قاعد يمد بالمعلومات لحركة النهضة؟ مش هذا يعني ثم شكون، هذا ثم شكون من نداء تونس يمد في المعلومات يعني لحركة النهضة يعني لا شيء طبيعي. شوف اي هي حاجه ذي يقع استغرابها داخل الاحزاب. شوف لا مش داخل الاحزاب، داخل الاخوان المسلمين اللي كونوا جهاز خاص للاختراق والتنصت والدنيا من عام 1938، مش من اليوم، مش من 2001، من عام 1938 الاخوان المسلمين يخدموا على العمليات هذه، هي الدوله الموازيه او اختراق الدوله. انت تحكي على وثائق نداء تونس، انا تو فهمت انا فهمت من قبل علاش نداء تونس ولا 70 حزب، وعلاش نداء تونس كان حزب عظيم ولا حزب ميكروسكوبي، وعلاش خرجت منه تونس اولا وتونس ثانيا وتونس ثالثا وبني وطني وبني امل وحتى اللي لمدوهم الكل وخرجوهم تحيا تونس. تفهمها مناش مش واضحه قدامنا؟ مش ثم شكون جا حب يعمل زواج ما بين الثعالبي وحسن البنا ويخرج الاخوان المسلمين اعضاء في الحركه الوطنيه من خلال الثعالبي؟ مش فما جماعه كانت تنشط في الاتجاه الاسلامي ودخلت في الهيئه التاسيسيه نداء تونس؟ مش فما التاكسيستيه تاع البلاد شافوا متجسس تاع حركه النهضه على حركه المرور واختراق حركه المرور نفسها، وعندنا تسجيل دار في البلاد حول حديث ممكن الشخص يكون مصطفى خضر وغيره كيفاش التاكسيستيه سبوا في النهضه وكيفاش غيره؟ مش عندنا وثائق ومحجوزات عند لجنه الدفاع من ضمن تو اللي يحكي عن المخابرات العسكريه سي نطق رسمي باسم النهضه ومستغرب في المخابرات العسكريه، من ضمن الحوايج اللي لقاو عند مصطفى خضر اساليب واحد باش يتجسسوا على المؤسسه العسكريه نفسها، مش الحارس الشخصي نتاع بن علي القوى عضو في المجموعه الامنيه نتاع حركه النهضه وكان مش يقتل بن علي، مش ثم في المؤسسه العسكريه كامله مجموعه كامله خرجوها من حركه النهضه. يعني هذا الاختراق جديد على حركه النهضه، اختراق الاحزاب وتفليقها من الداخل واداره شؤون البلاد من خلال الدسيسه والنميمه. وثم مجموعه لو مش فقط ثم نهضويين
يدخلوا نداء تونس، لا ثم مش نهضوين. يكمل الاجتماع مع نداء تونس تلقاه مريقل في اللوتيل ما يركع اموره ومون بليزير واموره شيخه، وقعدوا حتى لين الحزب هذاك فركوه، وحزب كبير في تونس فركوه. ما جاكش واحد انت لهنا مؤسس قال انا مؤسس طلبت التجمع وتو مستشار عند رجل غنوشي، وكي قلت له انت شنو الحكايه قال لك ثم حوايج تتقال وحوايج ما تتقالش. جديد؟ لا، جديد علينا التجسس واللصوصيه الاخوانيه تجاه الاحزاب. وقت كان نحكي لك على مصر نقتو 7 سنين، نحكي لك كيفاش فرحوا. هذه النقطه التي وقعت اثارتها في البدايه في الندوه الصحفيه. نمشيو للنقطه الاخرى اللي بالحق البارح الناس تسمع طارق وتقول شنو الخور، شنو الهم هذا، شنو هذا اللي صاير في البلاد. البارح رضا الرداوي يتحدث على أموال قاعدة تجي من قطر نقدا مليارات زرقاء تدخل للمطار في فيليجات، ويقع معناها في قاعدة التشريفات كان يقول كانت على معناها تحت ذمة حركة النهضة في الوقت ذاك، ويخرجوا الفيليجات ويمشيوا نقدا لراشد الغنوشي وهذا الجهاز السري المالي اللي البارح صارت عليه الندوة الصحفية. تصير حكاية كما هكا؟ اي هو البارح نحن خلينا نقولوا خلينا مش نقارن بك المقال الشهير في احد الصحف التونسيه نتاع 2 مليار دينار وتتيرا، هذاك كلام فارغ. اللي تقال البارح انا خلينا نقول عموما اللي المعطيات او الحاجات اللي وصلت لهيئه الشهيدين واضح اللي فيها تفاتف نتاع حاجات جديه، ما عندهمش انا تقديري ما عندهمش كل الموضوع، اما يبدو وصلهم بعض المعطيات على ملفات اكثر جديه. تنجيل للاستتباعات السياسيه نتاع الندوه نتاع البارح. البارح لانه تحولنا من موضوع الشهيدين واغتيال يعني شكري بالعيد والبراهمي الى موضوع وضعيه حركه النهضه في البلاد، وكان هذا الهدف من الندوه مش الهدف الوضعيه نتاع الاغتيالات. المساله الرئيسيه هو مساله التمويل المالي وعلاقه اساسا علاقه النهضه بقطر في عدد من المستويات. هذا الموضوع الرئيسي. النقطة الأولى اللي نحب نقولها اللي العلاقة الجمعيات القريبة من حركة النهضة بمسائل لا تتعلق بدور الجمعيات. الجمعية اللي تذكرت البارح صحيح جمعية عليها برشة تساؤلات، جمعية نماء، أنا أقول حتى رئيسها أونتر بارونتيز اللي مازال ينشط بعكس اللي تقال في الندوة البارح اللي وقف النشاط نتاعهم، اللي مازال ينشطوا، رئيسها هو كادر جهوي لحركة النهضة مكلف بالاستثمار في احد الجهات في البلاد، كادر ويعمل في ندوات وتسيره، هو رئيس الجمعيه اللي فيها هذا اسمه هو الحاج الطيف، هذاك عضو في جمعيه نماء تونس. اما رئيس الجمعيه هو كادر حزبي مش مجرد منخرط في حركه، كادر حزبي وينشط داير المده الاخرى برك كان في تركيا وفي اذربيجان وفي عدد من الدول ومازال يتحرك يعني في على مستوى دولي. الحب نقوله فما تم صحيح توظيف بعض الجمعيات في مسائل تتجاوز حتى الجانب المالي وتتجاوز تتعلق بمسائل اخرى فيها ربما تسفير، لكن هذا ملف جدي تو، خلنا في ملفات تو جديه. والموضوع المالي اي مساله انه نقد بالارقام اللي تقالت مساله جديه، مساله اليورو، مساله هذه مسائل جديه وتدخل بالقاعة الشرفية وتدخلوا ناس لمكم تفتيشهم عندهم صفات رسمية في دول أخرى، وحتى كي يبدأوا مديرين عامين لشركات كبرى لا يقع تفتيشهم للأسف. فما عديد الإجراءات اللي تتم في المطار اللي تسمح ونجم نقول لك فما رجال أعمال كبار توينسا بطائراتهم الخاصة ويتعدوا من القاعات الشرفية ممكن في مجال في أطر سياسية أخرى مش في النهضة اللي زاد يدخل الفلوس. أما هذه الكل بالوثائق فما إخلالات كبيرة. أي شفتوا اللي ما 360 ألف أورو نقدا وصلت لتونس اللي حطوهم مش هما اللي ميلات اللي عندهم الكل، أنا متأكد مش هذوكم اللي ميلات، واحد بتاع تليفون وبش يبدلوا ودرشوا وهذوما الأرقام اللي قالوهم بتاع 30 مليون دولار هذيك يبدو عندهم الميلات. وهذيك المسائل اللي معناتها انا نتصور الملف العتاوي اللي باش يعطيوه بليتو بشكل رسمي نهار الاثنين هو اللي باش يكون جدي. وربما فما وهذه الحاجه حبيت نقولها اللي فما تفاتف اللي عندهم هو مجرد مقدمات، وربما فما في تقارير اخرى استخباراتيه استعلاماتيه وربما مش تونسيه فقط ربما اجنبيه اللي تنجم تكمل الملف هذاك. وذهاب الملف للمحكمه العسكريه هو باش يخلي فعلا اللي مطروح على الطاوله مش فقط تتبع في علاقه برئيس حركه النهضه، وهنا تفهم ردة فعل حركة النهضة في الندوة فيما بعد، ممكن بشوالي مطروح هو جست محل حزب حركة النهضة بشوالي مطروح فوق الطاولة. يعني الموضوع هذا في علاقة بالندوة متاع البارح، الندوة متاع البارح معناتها خلينا نقولوا زوز ندوات مهمين برشا هم منعطف في المسار السياسي في البلاد في الأسابيع القادمة،
وبش يكونوا أحد الأوراق التفاوضية بين قيس سعيد وحركة النهضة حول ماذا؟ حول الملف هنا أي حول حل الحزب حركة النهضة بش يكون مطروح فوق الطاولة على أساس الملف هذا. أنا فقط نحب نركز على نقطة أخرى اللي مهم مسألة التمويل، لكن الأهم مسألة التنصت به الشركة المعنية وهي خنقوله هي شركة قطرية. السار الموضوع هذا في دول أخرى، راه موضوع الاتصالات مش مجرد مسألة ترفيهية ونتكلم كذا، هو موضوع أمن قومي، هذا مش مسألة إنشائيات. نعرف الجزائر في الأشهر الأخيرة أطردت مدير شركة شريك نفس الشركة في 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 الجزائر. نعرف الموضوع هذا متعلق في في لبنان صاير بوليميك فيه تنصت فيه تنصت في لبنان، موضوع ما تروح بشكل معناتها متواتر. حسن نصر لما تمرت تهم الألفا وجماعة التليكوم تاع لبنان حتى في أمريكا صار وأكثر وأكثر. المسألة مش فقط تنصت، المسألة متعلقة بال بالسبايوير هذاك متاع البيكاسوس اللي توجه لي تليفونات متاع رؤساء دول اللي هي شركة إسرائيلية اللي صارت في الأشهر الفارطة، واللي فما الملف في علاقة بتوينسا ولم يتم طرحه. يبدو وصل الملف لمؤسسات تونسية، مؤسسات تونسية رسمية تاع من تم التجسس عليهم في تونس في علاقة بال من قبل الشركة الإسرائيلية هذه وتم التغاضي عنها. تكنيكمون أنا سألت البارح، تكنيكمون الموضوع ممكن، يمكن لثلاثة مؤسسات متاع الاتصالات في تونس أنهم يقوموا بالعملية هذه من ناحية العملية من ناحية الفعلية. قانونيا طبعا مرتبطين بإذن قضائي، لكن عمليا ينجموا حتى خسول يكون ما غير إذن. وهذا اتهام خطير برشا، وانا نعتقد للاتهام ذي ربما هو اللي بش يكون النقطة الرئيسية في الملف اللي مشى المحكمة العسكرية. المشكلة طبعا اللي بشترح أسئلة عديدة خاصة المنظمات حقوقية دولية حول الملف، بسبب أنه المحكمة العسكرية بشتت هي بشتاخذ أنشارج، لأنه معروف اللي المحكمة العسكرية بشتاخذ موضوع ذي أنشارج وينتهي بحل حزب سياسي، فانه باش تصير انتقادات دوليه كبيره وحقوقيه كبيره في علاقه بالملف هذا، باش تكون اكبر برشا من موضوع المجلس الاعلى للقضاء. مازلنا في التداعيات نتاع حل المجلس الاعلى للقضاء نتاع البيانات، ايضا هيئه الدفاع على الشهيدين ذكروا اليوم فما وقفه احتجاجيه من مجلس اعلى القضاء وقفه احتجاجيه اخرى امام قصر العداله. فاصل وهنا راجعين مع خلود. شكرا لكم، والله شيء يضحك ويبكي. احنا بالحق تعرف شنو فما حاجات تجب تتقال توا، فما حاجات تجب مخي حبس اصلا، فما حاجات تجب تتقال وفما حاجات مازالت ما تجبش تتقال. هو شيء يضحك ربما تقعد في اطار القضاء يخدم بشكل جدي وبعيد عن الضغوطات. احنا كنا نقولوا في الاوف طارق، كنا نقولوا انه المره هذيا هيئه الدفاع المعطيات اللي قدمتهم الحقيقة معطيات، راهو تحكي على فلوس نقدا وتجسس وتخابط. لا المهم إثباتها راهو توا هو معناتها هي أنا شكلت هما تفاتف ملفات ويعكسوا لي فما ملفات ربما أكبر عند أطراف ربما استعلاماتية واستخباراتية. هل كيفاش يتم التصرف مع الملفات؟ هو الاستماع نهار الاثنين رضا الرداوي يقول لهيئة الدفاع كشاكي ولراشد الغنوشي كمشتكى به لدى الحرس الوطني، هذا جزء من الشكايه خليل. الشكايه كيفاش انا تبعت امس الندوه الصحفيه مليح، شكايه تصبت شكايه واحده للمحكمه العسكريه فيها التخابر والاعتداء على امن الدوله الداخلي والخارجي وتبييض الاموال وغيره. ارتأت المحكمه العسكريه اخذان العنصر الخاص بها اللي يرجع لحدود اختصاصاتها وهو التآمر على امن الدوله الداخلي والخارجي، والباقي تحال المحكمه الابتدائيه بتونس نورمالمون القطب المالي والقضائي. معناها ثم قضيتين مفصولتين المتهمين تقريبا فيها هما أنفسهم نفس الشخصيات، ومنهم حتى البشير العكرمي في حكاية التخابر وإيقاف أعمال تنصتية للصالح العام، متورط فيها بشير العكرمي أعمال تنصتية لصالح القضايا تاع الاغتيالات، دخل بسيفته القضائية عند دوائر أمنية معينة باش يوقفها، والباقي الكل في حكاية هذه الفلوس والترسابيليتي. وأنا يا طارق شوف الأهم مش شوف أنه مش أنا نحب نقوله. نحب نعقب على كلامك. إيه لا المصدر المصدر لهنا علاش مسألة تخلنا أمور جدية عندهم تدقيق للأموال قداش ومنين خرجت وتتصب في حساب خاص في دولة خارجية بعت لي ما يمزل قطر ولا مش قطر ما يمنيش في دولة خارجية وتتجبد من الدولة الخارجية نقدا بدون تراسابيليتي وتهبط القاعة التشريفات نتاع المطار اللي كانت فيها أرمادا نتاع أمن موازي يخدموا في راجل الغنوشي وتدخل الفلوس في فليجات
لتونس، بمعنى نفس الإشكالية اللي قاسيها العرب الكل من الأخوان، الفلوس والسلاح هذوما كلمة السر في العملية الكل. اليوم مش ما تروح عليه راو نتفاوض معهم حول مستقبلهم السياسي في الموضوع. إذا ثبت هذا الموضوع لأنظار المحكمة العسكرية وللقطب القضائي المالي، فإن الحلان يكون إجراء ظرفي وبسيط أمام المحاسبة القضائية الشاملة. قلت الأمور دخلتنا بعضنا، حقيقة مؤلمة خير من وهم جميل. إلى متى نرميه في الاتهامات على الناس؟ اليوم يبدو أنه بالواضح وبالكاشف، وتبعت أمس ساعتين اتخطولت أنا نفسي في هاك المعطيات، أنه فما ليان كبير برشا ما بين البواتات السياسية والشبكية القضائية والأمنية والمجرمين والإرهابيين فيما وقع في تونس من أهدار للدم ومن تيتيم عائلات ومشاكل كل. تعرف كي تبدأ تعرف حكايات ودوسيات ما شوي 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 كل مرة، مش كيما يجيوك أون بلوك هكا وتسمحهم الكل مع بعضهم ويتأكد تتأكد الشكوك. البارح كثير أبو علاق اللي هو محامي في دفاع الشهيدين، وقت اللي تحدث وتحدث المحامية اللي قبله، أحكيوا على بشير الحكرمي أنه أيضا ستصبح لديه قضية لدى المحكمة العسكرية، خيانة وتجسس وإيقاف جميع أعمال التنصت وإيقاف التحقيقات بمقابل. ومن هنا جاء الحديث على الجهاز السري المالي لحركة النهضة، الفلوس هذه كيف وقع نوتامون جزء كبير منها توظيفها لتعطيل القضاء، طارق الحيل الإجرائية بالفلوس، يقول لك معناها مكاتب التحقيق الكل قبرت الملفات وفما دي ترانسفير، قالوا هيئة الدفاع عندهم الأوراق متاع التحويلات متاع الفلوس من حركة من راشد الغنوشي، هما قالوا راشد الغنوشي أمواله والقضاء وبشير العكرمي بالأساس. شوف فما برشة دقة يلزم تكون في الموضوع هذا. أنا كنت أنا بالنسبة للهيئة الدفاع كنت أنا أربع أنه يحكيوا في حاجات ما يقولوا إلا حاجة اللي تبدأ دقيقة، ما يدخلوش حتى في التأويل. ولهنا باش يكون فما ملف هذا، قلت ملف توا دخلنا في نوعا ما جدي بعيد على اللي قالته الصحافة الصحيفة هذيك التونسية المرة اللي فاتت، توا دخلنا في مسائل. اللي أفسد أحد أهم أسباب إفساد المسار الديمقراطي في تونس هو المسألة المالية، هو المال اللي تخل الديمقراطية وأصبح حسم العملية الديمقراطية يتم على أساس يكون عنده فلوس. ولهنا مش كان حركة النهضة، لازم نقول الصورة كاملة صورة، لأنه الانتخابات أكثر من مرة دخلت فيها دول خليجية، كل دولة دعمت طرف في الاتجاه الآخر، ويلزم يتحدث. سمعنا المرة اللي فاتت الأزهر العكرمي قال تصريحات مشابهة، ويلزم فتح الملف هذايا. المسار الديمقراطي كيف أفسدته أموال خارجية، هذه نقطة رئيسية. وإذا كان ما نتعلموش الدرس من هذا، لأنه يعني هذا الأهم، الأهم مش يلزم الدفاع على المبدأ واستمرار الديمقراطية وحماية الديمقراطية يكمن في عملين دي جارد فو في خصوص النقطة هذه، وموجودين إمكانية الجارد فو، إمكانية الجارد فو تتبع الكاش ممكن راه يلزم فقط دولة عندها إرادة سياسية وهذا ممكن. في الاتجاهات الكل، الكاش تاع الفليجيت ولا الكاش نتاع لي ترانسفير، الفليجيت تاع الفليجيت ما تصيرش يا خلود. البارح علاش خلنا في الجديات؟ ايه؟ على خاطر دخلنا في موضوع الكاش. ايه؟ موضوع التمويل ماهوش موضوع التحويلات، ما يعملكش تمويل بالتحويلات. الموضوع الجدي هو الكاش، والكاش اللي يدخل في حقائب، واللي يدخل في حقائب في إطار رسمي، والناس عندها حصانة باش تتعدى في المطار اللي ما تتفتتش. غاديك كيفاش قاعد تتسمى العملية، غاديك جوهر وعمق العملية. وكي تبدأ فما إرادة سياسية وقتها يطرح الموضوع. أما مرة أخرى ما يلزمش الموضوع على أساس استهداف عائلة فكرية، يلزم من فيها إطار إصلاح الوضع السياسي في تونس. أيوة. وحماية الديمقراطية. وبالتالي يلزم يتحل الموضوع الكل جزء كزيد في علاقة بالموضوع هذا، والقضاء هو المفتاح. الشيء والقضاء هو المفتاح، والقضاء هو المفتاح، ويلزم القضاء مش بالتعليمات. ما كانش هاني قلت لك باش يصير عليك ضغط دولي، خاصة انت في وضعية غير جيدة الآن على مستوى المالية العمومية وتحت ضغط دولي، اللي المواضيع هذه بس كلمة الأخرى في نفس الإطار. موضوع الاتصالات، موضوع الاتصالات، موضوع أمن قومي، وهذه نعاود نأكد عليها، ومش في علاقة فقط بالشركة القطرية، في علاقة بالشركات الأخرى. أي. يلزم موضوع هذا يتحط فوق الطاولة، مش بشكل مناسباتي. المسألة متعلقة بوضعنا، تحبوا نحكيوا على السيادة، السيادة مش جملة، مش حاجة إنشائية، هي حاجة تمشي على ساقيها، هي وسائل. خلنا نطرحوا كيفاش مشيت الحصة متاع التوانسة سخر الماتري، كيفاش عاودت رجعت الأوريدو في الفترة هذه. خلنا نطرحوا المسائل وفي علاقة بالشركات الأخرى. موضوع المجلس الأعلى للقضاء والصلح الجزائي باش نرجعوا له غدوة، خاطر اليوم في المجلس الوزاري سيقع طرح المرسومين في علاقة بالمواضيع هذوما. شكرا لك طارق، شكرا خليل. بعد شوية فاس فاس بين عماد بن حليمة الناشط السياسي والمحامي، وعبد الفتاح الطاغوتي المسؤول على الإعلام والاتصال في حركة النهضة.